مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدم مفتخر والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما تأتي به السور صلوات مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون في أرض طوس منار الهدى وبعيد المدى معين الضعفاء ومنابئ فقراء وغريب الغرباء وحبل السماء الإمام الثامن ذي النهج الطامن والفكر الصائن الحاكم والسلطان الساكن في خراسان وحجة الرحمن لكافة الإنس والجان أبي الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء الملقب بالصابر والرضي والوفي والفاضل والرضا وروي عن النبي بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام بخمس سنين وأمه أم ولد اسمها تكتم وقيل نجمة وهي من أفضل النساء في عقلها ودينها وقد سماها الإمام الكاظم عليه السلام بالطاهرة يا مستمعين النظام حلمت بابن علي عليه السلام لم أشعر بثقل الحمل وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني فيفزعني ذلك ويهولني فإذا انتبهت لم أسمع شيئا وعند ساعة الولادة امتلأ البيت بروائح الطيب وصفعت الأنوار في أنحاء التاب وبينما هي كذلك إذ وضعت الإمام الرضا عليه السلام Yeah.
مادة القرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول أم الإمام الرضا عليه السلام: لما وضعته وقع على الأرض واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم، فدخل أبوه الإمام الكاظم عليه السلام فقال لي: هنيئا لك يا نجمة كرامة من ربك. فناولته إياه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه ثم رده إليه وقال: خذيه فإنه بقية الله في أرضه. يا مستمعي